يقن أن الوقت أثمن من أن يهدر. من مرسمه المتواضع حول الأخشاب البالية إلى تحف فنية. لم يتعبه طول وقت دراسته ليكون كامل ساعاته بين كراسات الكتب الطبية ومنحوتاته الخشبية. الطبيب مجد عطا الله الذي لم يعرف للتعب عنوان. كنت صف ثامن أو تاسع. أنا بصراحة يعني ما كثير يعني هاي الفترات كانت كثير متقطعة أول فترة. هون بيجي الفضل الكبير لنحات اسمه أحمد عبد الحق. أحمد عبد الحق هو نحات بالإمارية. يومياً أنا عندي من الأربع لخمس ساعات عند أحمد عبد الحق يومياً. بس هي عبارة عن مراقبة. أنا عم أطلع وخي يعني خزن. كنت سنة أولى جامعة. يعني بصراحة أول ما كنت فتح جامعة يعني كان هو هون التحدي الأول لي، إنه أنا يعني بدي هون صار أنا بدي أوفق بين حياة جامعية طب الأسنان وبين هوايتي. حاول قد ما فين نظم وقتي على درجة عالية جدا جدا من التنظيم بحيث إنه أنا ما أظلم شيء، واللي هو الأهم إنه هو دراستي. الهواية أكيد شيء مهم، بس كمان في شهادات أولويات بالحياة. حول حبه للنحت إلى موهبة، وأصبح صلة وصل بين عمله كطبيب أسنان وفنان يحتاج لنظرة فنية تأخذ به إلى عالم الجمال. فعلاً أنا لقيت أنه أنا مهنتي كطبيب أسنان كتير عم تساعدها فكرة أنه أنا نحات، عندي نظرة صارت فنية. أنا من صف الثالث للبكالوريا أنا فعلياً كنت بس أنه أنا بعرف منحات كل سنة منحوتة، يعني كمعدل يعتبر شيء كثير أنه بسيط. الحب ثقافات قديمة، في منحوتة آخر شيء اشتغلتها واللي هي هلأ يعني تعتبر يعني أقوى شيء اشتغلته هو أودين، هو يعني إله من الأساطير الإسكندنافية. كان دايماً في دعم معنوي جداً جداً كبير من عائلتي. يعني بابا وماما عن جد كانوا دايماً يحسسوني أنه أنا فعلاً أساوي شيء جيد. شغف وإبداع لم تخفف من بريقه ساعات التعب والجهد ليكون مجد مثالاً يحتذى به وصورة أمل تجعلنا نؤمن بأن لكل مجتهد نصيب.